الو الو نعم صباحك الله بالخير. صباح النور والسرور. كيف الحال؟ الله يسلمك. هل الاذاعه؟ اي نعم. لو سمحت عندي مشاركة. الله يخليك. اتعرف عليك. الله يسلمك. خالد بن عاصم المطيري. حياك الله يا خالد. الله يبارك فيك. وش عندك يا خالد؟ عندي بانصح هذا المجرم هذا يكافينا شره. الله يسلمك. وبشكر طويل العمر. اي نعم. على جميع ما عمل. تفضل. وبشكر القوات اخويا واخواننا القوات المرابطين على الحدود. صدام وايش استفدت يا صدام من الكويت يا المجرم يا الغبي يا الحمار يا قليل الادب صدام؟ وايش استفدت من شعبك اللي هلك وتدمر على حسابك يا الغبي يا المجرم؟ يخب يا وجهه الله يظهرك من الارض ويعطيك العقوبة اللي ما تخطيك صدام. واشتفت من المسلمين على ابرياء اللي انت هجمت عليهم يا ملعون يا الغبي يا المجرم؟ يخب يا وجهه صدام. واشتفت يا مجرم يوم انك ما نصت قال الظالم الامم اللي حكمت عليك بطلوعك من الكويت 45 يوم كل تبغى صيانة شعبك وعافيتك وسلامة اخواننا العراقيين؟ يا مجرم يا ملعون يا غبي يهب يا وجه صدام. وش استفدت من نصيحة الدول اللي انصحتك عن هالامر يا غبي يا مجرم؟ يهب يا وجه صدام. انت رأيت ان شعبك ايران واركان من محاربتك مع ايران يا غبي يا مجرم؟